أخبارنا هذا الصباح. أول خبر معنا صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعار منتدى شباب العالم تزين ميدان تايم سكوير بنيويورك. أتلت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعار النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للشباب أكبر مباني ميدان تايم سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية. يأتي ذلك في الوقت الذي يزداد نجاح مؤتمر الشباب عالميا بعد نجاح النسخة الأولى والصورة الذهنية الإيجابية اللي نقلتها آلاف الشباب المشاركين في النسخة الأولى من المؤتمر الدولي اللي كان في نوفمبر اللي فات. بتشهد النسخة الثانية من المؤتمر الدولي إقبال كبير جدا من شباب العالم للتسجيل للمشاركة. ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا المؤتمر الشباب العالمي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 إنجاز مؤتمر الشباب اللي بيمكن الشباب بشكل كبير جدا من التعبير عن نفسهم ومناقشة مشاغلهم وطموحاتهم.